رمضان وفانا بالهنا، يا فرحنا يا سعدنا. رمضان وفانا بالهنا، يا فرحنا يا سعدنا. والله أعطانا المنى، والله أعطانا المنى. يا فوزنا بشرى لنا، قال النبي المصطفى. صوت فوز بالشفاء، صمنا وقد نلنا المنى. رمضان وفانا بالهنا، يا فرحنا يا سعدنا. رمضان وفانا بالهنا، يا فرحنا يا سعدنا. والله أعطانا المنى، والله أعطانا المنى. يا فوزنا بشرى لنا، شهر الصلاة والصيام، شهر العبادة والقيام. شهر الصلاة والصيام، شهر العبادة والقيام. شهر التقى شهر السلام، شهر التقى شهر السلام. صمنا وقد نلنا المنى، رمضان وفانا بالهنا. يا فرحنا يا سعدنا، رمضان وفانا بالهنا. يا فرحنا يا سعدنا، والله أعطانا المنى، والله أعطانا المنى. يا فوزنا بشرى لنا. رمضان كريم. ويسلم هالصوت. لما نحكي عن الإنشاد الديني يلي بيتميز بكلمات تناجي رب العالمين، خلينا نحكي عن أنواع الإنشاد ونتعرف عليها معك سيد قاسم. هلا أنواع الإنشاد هي كبيرة، تبدأ بالموشح، ولكن نحن الآن بنشتغل الشغلات القصائد، يعني بيقولوا اللهجة يعني. فعلى طول هو الموشح هو الأساس، وأساس الموشح بالسادة يعني ذوي الفضل القدماء اللي كانوا يشتغلوا هالموشحات الحلوة. فالموشح وله غطاء، يعني كل موشح له غطاء تسمى هي القصيدة. فأغلبية المنشدين يعني يشتغلوا قصائد، أما الموشح ينتمي على شيء آخر. والموشح حيكون يعني بالبداية على كل حفل إحنا بنروحه بيكون أول ما طلعنا موشح، ولكن بعد منه كله قصائد. أكيد. ودائما يعني شهر رمضان شهر الخير، دائما ما ممكن الواحد يمشي بشوارع الشام القديمة أو حتى يفتح على قنوات التلفزيون أو الراديو إلا ويسمع الأناشيد اللي هي دائما مرتبطة بهذا الشهر الفضيل. خلينا نسمع أنشودة أيضا لشهر رمضان الكريم. رمضان يا كريم العطاء، رمضان يا كريم العطاء، جئتنا ببركة وسماحة
وأعطى يا كريم ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور بنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا منور قلبنا هذا الذي جاء الأمين وقال له هذا الذي جاء الأمين وقال له قم يا حبيبي يا محمد سر بنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور فإذا به بحضرات صمديات سمع النداء يا مرحبا بحبيبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا قيوم نور قلبنا بالله بالله يا حبيبي وعدتني الوصل أرجو وعدا بالله بالله يا حبيبي وعدتني الوصل أرجو وعدا شركني فيك كل صب شركني فيك كل صب لما قويت الجمل وحداك بالله بالله يا حبيبي وعدتني الوصل أرجو وعدا بالله بالله يا حبيبي وعدتني الوصل أرجو وعدا من صفي منك يا مليكي من صفي منك يا مليكي صيرت كل الملح جندك بالله بالله يا حبيبي وعدتني الوصل أرجو وعدا بالله بالله يا حبيبي وعدتني الوصل أرجو وعدك زر بعد جفا هجري ووفا زر بعد جفا هجري ووفا يا صفا أيها الندماء والزمان صفا الندماء من يروم قربانا ويذوق شربانا من يروم قربانا ويذوق شربانا ويخاف ربنا فله جنة زر بعد جفا هجري ووفا زر بعد جفا هجري ووفا والزمان صفا أيها الدمى والزمان صفا أيها الندى من يروم قربنا ويذوق شربنا من يروم قربنا ويذوق أو يخاف ربنا فله جنة زر بعد جفا هجري ووفا زر بعد جفا هجري ووفا والزمان صفا أيها الندماء والزمان صفا